صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. من خلالكم بدي وجه هالرسالة. مثلا جاي اليوم على لبنان عم بقرأ أندر سكرتري لسيرجي لافروف. مسيو لافروف عشو مودلنا إياه مسيو بوغودني، ما بعرف شو، مشين شو نحن بعد الحرب السورية والحرب اللبنانية خلص اكتشفنا اللعبة وعرفناها أشياء. انتو عم تعطوا سلاح للجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله حتى تمكن من قتل الشعب السوري بهالشكل، هيدا بصلاحكم، تحت ستار انه نحن عنا قاعدة، يا ريت قاعدة انه بيوقفوا البواخر تبعنا يتمولوا، يعبوا بنزين، يتمولوا اكل بطرطوس. لا، روحوا خدوها على قبرص، وبدكن روحوا باي جزيرة باليونان. طلع عنا نحن ما بقى تزبط هالامور. خلينا نوضح لك، ما في لزوم توديه مشان يقول بدنا نعمل بدل جنيف موسكو مشان نشوف الحل بسوريا. حل شو؟ منك عم بتودي سلاح وعم تذبح الشعب السوري. نحن خلينا نكون واضحين معك، نحن هني عم بيجربوا الجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله انن يعملوها شيعية سنية. بالحقيقة هذا مخطط إيراني باستعمال الشيعة العرب، شغلي بتخصهم وبتخص اللي راحوا معهم. نحن ما عم نحكي هيك، نحن في وطننا لبنان قتلوا الشخصيات الوطنية اللبنانية، شردوا الشخصيات الوطنية اللبنانية، وتركوا الشخصيات السياسية اللي هن خلقوها وسموها شخصيات سياسية، وسرقوا مال هالخزينة هيدي كلها بالفساد. بسوريا سرقوا الخزينة وعم بيقتلوا الشعب السوري. بالقليلة اللبنانيين تهجرنا إلى دول السبعة الصناعية، إلى أفريقيا، نشتغل تنقدر ناكل. أما الشعب السوري بهالمخيمات، مخيمات الذل والعار يلي فيها قهر وظلم، أكثر من هيك ما بقى يصير. بدل ما تودوا بالطونيات وتودي لنا بغوطني بتودوا سلاح تيذبحون، هيدي نحن ما بقى تمشي معنا. أنا بكل وضوح خلينا نكون واضحين، تغيرت اللعبة، هي لعبة الحرب الباردة والتدخل على اليمين وعلى الشمال بالنسبة لنا وللشعب السوري بالذات، والشعب العراقي بالذات، والشعب الإيراني بالذات. نحن شعوب نؤمن بالديمقراطية وبالسلام وإن نعيش بأمان وبسلام. نحن ما بقى عنا إلا فرد خيار، خيارنا الهلال الخصيب، هذا الهلال الجميل. نحن ما بقى نقبل بأي اجتماع لتقرير مصير الهلال الخصيب إلا بقيادة إسرائيل. العجبه عجبه والمو عجبه يسمع هالحكي. انتو ايديكن ملوتين بالدم بذبح الشعب العراقي والإيراني والسوري واللبناني والفلسطيني. نحن ما بقنا ويردي عنه، كل ما في الأمر بدنا نبني مستقبل أفضل لهالأجيال. ما قلنا حل نحن بقى إلا بإسرائيل. إسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي بتساعدنا بالمي النظيفة، بالطاقة، بالزراعة، بالأدوية، بالمستشفيات، بالتعليم، بتهيئ الجيش وقوى الأمن الداخلي بلبنان وبسوريا وبالعراق مشان يكون في أمن. نحن صارت واضحة قصتنا، لن نقبل لا بجنيف واحد ولا باثنين ولا بثلاثة ولا بمئة مليون، أو مثل ما بيقول حسن نصر الله بثلاثمئة مليون. ما بنقبل أبدا أي اجتماع بده يجرى لمستقبل الهلال الخصيب، ما بنقبله أن يكون إلا بإسرائيل. هيدي خليها تكون واضحة. بطانية واحدة ما وديته للمخيمات يا مسيو لافروف، مودينا بغودني. بطانية واحدة ما وديته للشعب السوري، ما سألته عنا أبدا كيف عم تنسرق بلادنا بهالشكل. هذا سرقة ونهيب، ما بقى يصير سرقة ونهيب أكتر من هيك. يا محلى فينزويلا.
بالسرقة اللي تمت بلبنان وبسوريا وبالأردن عفوا ما قلت الأردن بالعراق. لا لا لا، ما بقى نقبل بهالشي هذا أبدا. نحن هالمنطقة ما عادت قصة بدنا نجتمع لا بجنيف ولا بغير جنيف، الاجتماع بيجرى بإسرائيل حتى نتقرر مصيرنا. الغلطة الكبيرة يوم اللي الوزيرة ليفني في بداية الحرب السورية قال نحن مستعدين نساعد الشعب السوري. أنا الوحيد اللي علقت على كلمتها بيقال، ويومتها فارس خشين شيل بعد 5 دقايق شيل التعليق تبعي، شغلي بتخصه ما بعرف ليش، بس مأكد لازم يكون متأسف. قلت له شكرا جزيلا حضرة الوزيرة، إن شعب سوريا العظيم الكبير المظلوم نعم يريد المساعدة وأرجو أن تساعدونه. هيدا بكل إخلاص، خلينا نكون عادلين. هيدا نودي واحد على إسرائيل ويجي لعد إسرائيل، هيدي هالشغلات البهلوينيات اللبنانيات والإيرانيات هيدي ما بقى تمشي معنا. نحن في مستقبل الهلال الخصيب، هذا المستقبل نحن ما بقى نقبل حدا يتدخل فيه إلا إسرائيل. هي مسؤولي، وهي مثل ما انتم معتبرين حيلكم بروسيا دولة عظمى، نحن منعتبر اسرائيل دولة عظمى. نعم نعم محتاجين لها، نعم محتاجين بكل فخر، مش اننا محتاجين بالكذب، لا محتاجين لاسرائيل، لان منعرف نحن ما بقى عنا امن بهالمنطقة الا بهالعقل، هالدولة اللي اسمها اسرائيل الناجحة بهالشكل، يلي كمان وراها الخبرة والعلم والمعرفة. لا رابع دولي بالإبحاث، انتو يمكن الروس تكونوا رابع دولي بالمدفع وبالدبابة، اما كبريتي ما بتعرفوا تعملوا. عم بحكي النظام مش الشعب الروسي، النظام. مشان هيك ابدا، لانه انتو شعاركم معروف وواضح وحطيتوا هالانظمة وساعدتوها، يلي ما بتقبل واحد بيجاوب كلمة بيحكي بحرية. بدن يجيبوا واحد على المركز يكون ملفه موسخ بإسرائيل، بيتحاكم رئيس الجمهورية وبيفوت على الحبس، ممنوع ملفه موسخ. نحن انتو بالدول اللي حطيتوا الأنظمة العسكرية من صدام حسين للنظام الإيراني للنظام السوري لنظام حزب الله، ما بيقبلوا يتعاملوا مع واحد إلا ما يكون ملفه وسخ وسافل، حتى يضل كل عمره أسيره أسير ملفه. مشان هيك رأسا فتحوا الفساد لميشيل عون ولصهره جبران باسيل حتى يصير أسير ملفه. اثنين، لما بشوف بالنيويورك تايمز نهار السبت ب 22 إذا مني مخطئ، الصفحة الأولى بالنيويورك تايمز أهم جريدة بالكرة الأرضية، بيقولوا 60 سنة عذاب الفلسطينيين من مخيم بسوريا إلى جايين على مخيمات لبنان. أنا كل شي بقول للأخوة الفلسطينيين وأرجوك أن تسمعوني وبتمنى تسمعوني، ليه بدي أكتب مقال وقعد كل النهار سب برئيس الوزراء نتنياهو مشان بيض وجهي مع عرب النفط، ولا وانا عايش بباريس وبلندن وبنيويورك لا، وبصيف على الكوت دازور لا لا يا اخوان. نحن الشعب الفلسطيني اللي عايش بالمخيمات هو بقلبنا. نحن بقلكن وبقلكن ما في حل الا ما انتو توقفوا، انتو الفلسطينيين بالمخيمات وتقولوا ما يلي، وبكل فخر واعتزاز نحن الشعب الفلسطيني نوافق على المملكة المتحدة الهاشمية مع الأردن. وأنا بأكد لكم الفلسطينيين الولدوا بلبنان بدنا نجنسهم بلبنان، والولدوا بسوريا بدنا نجنسهم بسوريا، وبدنا ننفتح على إسرائيل ونطلب منها أنها تساعدنا. لينا 60 سنة لوين وصلنا؟ لما بتقعدوا وبنقعد نقرأ بهالوصايك شو صار بحرب 67، بهيك الوقت كان بنظرنا كلنا وكنا بعز الشباب على انه اهم جيش جاهز الى الحروب والى المعركة في الجيش المصري. شي ببكي، لعبة اولاد صغار. يعني الميليشيا باي ضيعة بلبنان منظمة كانت اكتر منهم، لعبة اولاد صغار، لعبة اولاد صغار.
نحن ما بقى نقبل بهالشيء ابدا. انتو الفلسطينيين نحن وياكم اخوان، ومصيركن ومصيرنا واحد. خلونا نمشي بالمملكة المتحدة الهاشمية، وما بنقبل ونقول نحن بكل فخر، نحن نقول ونعيط ونقول، ويكون عندنا الجراءة، لأنه شعبنا اندبح وخلص. يا حرام على الشعب السوري بالمخيمات، يا حرام على هذا الشعب السوري كيف عايش بالبرد وبالقهر وبالسجون، كيف عم بيتعذب. مشان إن ما ننتبه لمصيرنا؟ لا، بدنا ننتبه لمصيرنا يا أخوان. لا، نحن محتاجين أبدا الهلال الخصيب لا نقبل إلا أن يقوم بقيادة إسرائيل. هيدي شعوب بدها تعيش بالمعرفة وبالعلم، وبدها تعيش بطمأنينة، وما حدا بيعطينا هالشيء إلا الإسرائيليين. ما بقى كفي، ما بقى أقدر، لأنه ما بيسمح لي اليوتيوب بوقت أكتر. بعمل رسالة تانية بعدين. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، وشكرا، أرجوكم أرجوكم إن كنت تسمعوا، نحن محتاجين، نحن محتاجين، ما فينا نكفي هيك. شكرا وألف شكر.